صباح الخير. احنا النهاردة على الطريق الصحراوي مصر اسكندرية، في كيلو 64، بنصور 10 فيادين. عشر فيادين 5 فيادين عنب، وخمس فيادين فاضيين، والأرض تتجزأ. لو عاوز 5 ماشي، عاوز 10 ماشي، والأرض على 3 شوارع، 3 نصيات طريق قريبة من الطريق الصحراوي مصر اسكندرية، كيلو 64. أرض التربة جيدة، دي الأرض الفاضية 5 فيادين، واللي قصادها الأرض العنب. ده العنب اللي قدامنا، طبعا معروف الورق بتاعه لسه ما جددش، شهر 2، مقلمين العنب ومربطينه. تكعيبة العنب اللي قدامنا دي، الأرض في مكان مميز، أرض جيدة، التربة بتاعتها تربة حمراء، الأرض ورق خالص، معلاش أي فلوس للدولة. ملوحة المية 1200، لو عاوز صندوق كبير المية هنا من 500 ل 700، بس البير ده 1200. سعر الأرض 400,000، سعر الأرض 400,000. عاوز تاخد 5 فيادين فاضيين أو الخمسة المزروعين، الراجل بيجزأ ومفيش أي مشاكل. سعر الأرض 400,000، الفدان 400,000.